الهدوم الحلوة اللي بتلبسها. خلاص عند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله جميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. صباح الشهيد حبيبنا كلنا، خير علينا كلنا. تمشي في أي ركن، في أي ركن عندي في الشقة تلاقي صالح جايب لي حاجة، كل حاجة جايبها ليا ولدنا ولولادي الاثنين. منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل. هو متجوز بقاله 3 أشهر، يعني من بعد العيد ب 10 أيام هو متجوز. هو مسافر بقاله 20 يوم بالظبط. راجل متجوز يعني المفروض يعني يأجل. المرة دي كل مرة كان بيأجل، المرة دي ما أجلش السفر بتاعه وماشي على الميعاد اللي هو جايبه. دينا القضاء ربنا، بس بالناس دي المسؤولين يجيبوه عشان نارنا تبرد. عايزين نشوفه بس كده اهوت يدخل ترب ونارنا تبرد. احنا قاعدين بقى احنا نهدي البلد كلها مولعه عشان خاطر الدنيا كلها مولعه علشان خاطر البلد كلها. والله العظيم كبير وصغير حزين عليه، هو يعيش في قلوبنا العمر كله. ربنا احنا عمرنا ما هننساك، عمرنا ما ننساك يا صالح. والله يرحمك يا صالح، عمرنا ما ننساك غلاوته في قلوب الدنيا كلها، الصغير قبل الكبير. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمله في كده. حسبي الله ونعم الوكيل. مش عارفين هنتسند على مين. حسبي الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله راضيين بقضاء الله. إن يكن غنيا أو فقيرا.